ولا يكون الإنسان ساحرا إلا إذا كفر بالله عز وجل ونبذ القرآن وأهانه وخالف الشرع الحكيم وتقرب للجن والشياطين بالشرك بالله عز وجل. يدل على ذلك قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. عباد الله، الساحر كافر بالله جل وعلا. قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والساحر عباد الله لا يفلح أبدا. قال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والساحر من أعظم المفسدين في الأرض، كما قال عز وجل: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والسحر عباد الله هدم للبيوت العامرة وتفكيك للمجتمعات الآمنة وخلخلة للإيمان ودمار للأديان وفساد للمجتمعات. لا يأتي السحر للناس بالخير أبدا، بل هو أضرار عظيمة وشرور خطيرة على الأفراد والمجتمعات.